السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. اليوم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غندير لكم بسبوسة بطريقة سهلة تجي خفيفة وتجي هشة ما شاء الله عليها. تبعوني في المقادير وطريقة التحضير بإذن الله. اول شيء غادي نبداو بالقطر ولا الشربات ولا السيغو، هو الاول باش يبرد لنا ونسقوا به هاد الشربات اللي غادي نديروها ان شاء الله. المقادير تاع السيغو غادي نديرو هنايا عبر ولا مكيال او كوب من سعه 240 مللتر تاع السكر الخشن او المبلور، حطوا معاه كيلتين ولا كوبين من الماء العادي من الحنفيه ولا تاع السباله. الكوب الاول الكوب الزوج، نحاول نذوب قليلا هذا السكر. نكتفي بهذا القدر. غادي نحطها فوق النار حتى يغلي، كي يغلي نحسب لها 10 دقائق ومن بعد نرجع لكم باذن الله. نروحوا دروك نشوفوا الوصفه تاعنا بعد اللي نحط هذا السيغو يطيب. نبدأ بسم الله على بركه الله في مقادير البسبوسه. اليوم المكيال اللي ديته لكم هو علبه الياغورت ولا البو تاع الياغورت. اول شيء غادي عندنا حبتين من البيض كاملتين بدرجه حراره الغرفه. بسم الله نحط حبتين من البيض كاملتين، نحط معاهم كاسة من السكر، نحط معاهم كاس تاع السكر ولا علبة من السكر. الآن هنا بالفوي ولا بالدراب الكهربائي لكم حرية الاختيار، راح نضرب هنا المكونين مع بعض حتى يذوب لي هذاك السكر ويخلط المزيج جيدا. انا هنا بعد اللي تحسوا داب لكم شويه هذاك السكر راح نضيف هنايا علبه من الياغورت. هنايا العلبه اللي قصت بها راني فرغتها هنايا في هذا المكيال، علبه من الياغورت. هنا منكه بنكهه الخوخ، كل وحده تنكه كما بغات. راح تلقوا المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله. نخلط هنا كل المكونات جيدا. الآن راح نضيف علبة من الزيت النباتي العادي، أيضا راح ندرب هنا ونخلط كل جيدا. الآن راح نضيف هنايا علبة من الحليب، نخلط جيدا. الان هنا راح نضيف ملعقه صغيره من الفانيلا، كما تقدروا تستبدلوها بقشور ليمون او برتقال. راح ندير هنا رشه من الملح، رشه خفيفه. نمزج المكونات في كل مرحله، نمزج المكونات. الان جاء دور المواد الجافه. المواد الجافه هنا نحتاج الى علبه من جوز الهند ولا نواه كوكو. كم نحطوا كامل الكميه هنايا باش نتحصلوا على النتيجه المطلوبه، لاننا كنا نقيسوا فيه السوائل وتلصق لنا هنايا المواد الناشفه. ايضا هنا راح ندخل هذا الجوز الهند في الخليط الاول. الان راح نضيف هنايا علبه من السميد المتوسط، سميد متوسط هنايا، لكن العلبه ماشي مملوءه، راح نكملها هنايا بالدقيق الابيض اللي هو الفرينه. نكملوا هنايا هذه العلبه او المكيال بالفرينه، حوالي هنايا 3 ملاعق كبيره، عفوا 3 ملاعق صغيره من الفرينه. نزيد شويه، ها هي حتى نكملوا المكيال كامل ولا نكملوا كاع المكيال. هنايا الفرينه اكيد تكون مغربله، نحطوا كل الكيله او العبر. الان هنا راح امزج كل المكونات. نشوف القوام تاعها تكون سائله باش تجينا خفيفه. في هذه المرحله راح نضيف وحده خميره الحلوى ولا الفرفاره اللي من وزن 10 غرام. ايضا نمزج كما راكم تشوفوا كل خطوه راني نمزج فيها المكونات.
راكم تبالكم بلي سائله بصح بعد قليل راح ولا شويه هكا غادي تشوفوها باللي بدات تتقلى خاطرش السميد يشرب. الان هنايا غادي نخليها على جهه حوالي دقيقتين لان غادي نشوف القطر تاعي ولا شربات. شربات هنا اصبحت جاهزه كما راكم تشوفوا كانت تغلي. الان غادي نقص فيها شريحه من الليمون، هنا راني قلعت لها الزيست تاعها، نقص هذه الشريحه تاع الليمون فيها. ولا تبغى دير معاها زوج مغارف تاع المزهر ايضا اللي ما عندهاش الليمون ودير معاها لافاني. غادي نخليها حتى تبرد لي تماما باش من بعد نسحقها. الان هنا راهي امامي صينيه اللي تدخل للفرن، جبت بيركس درت له بضع قطرات من الزيت كما تقدروا ديروا الزبده. هنايا لتفادي الالتصاق راني نمسح فيها هكا بالبانسو، ومع العلم انني الفرن تاعي كي بديت ندير في الوصفه شعلته باش يسخن لي غايه ولا يحمي لي غايه. شعلته على درجه حراره 180 وراه ساخن، لا تدخل هنايا في الفرن يكون ساخن، ما تدخلوهاش في الفرن يكون بارد. الان بعد لي دهنت غايه، هنايا القياس تاع الصينيه تاعي 22 على 22، هنايا اللي يكون في علم الاخوات. غادي نجيبو هنايا سباتول ونبداو نحطو هنايا في الخليط تاعنا. نشوفو الخليط كيفاش يكون خفيف، ما راهش ثقيل، هذا هو السر تاعها باش تجيكم خفيفه. بسم الله هنا نعاود هاكا نخلط خلطه خفيفه ونحطها. الان ها هي كما راكم تشوفوا البسبوسه تاعي راهي امامي، ندخلها للفرن في الشبيكه الوسطانيه ولا في الرف الوسطاني، نخليها طيب ان شاء الله حوالي 20 دقيقه. كي تشوفوا هنايا الحواف تاعها ولات حمراء شعلوا عليها من الفوق يعني تكون طابت. ولا تقدر تشوفها كما انا الصينيه تاعي راهي تبين اللون تاعها، تشوفوها اذا كان طابت من تحتها ولا ما طابتش. المهم هنايا اخواتي كل الفرن وكيفاش يطيب، تخلوها على درجه حراره 180 حوالي 20 دقيقه حتى 25 دقيقه كل وحده والفرن تاعها، خليها طيب ومن بعد ان شاء الله نتلاقوا في صحن التقديم باذن الله تعالى. الاخوات راني هنايا خرجت البسبوسه كما راكم تشوفوا طابت لي غايه. هنايا الشربات تاعنا راهي بارده، نجيبو هنايا ملعقه نبدو نسقو فيها مباشره، غير تخرجوها سقوها بالشربات. نسقوها حتى تتشرب، نخليها تتشرب هنايا شويه. الان راح نضيف لها كل الكميه المتبقيه، ها هي شريحه الليمون غادي نخليها على جنب، كملنا كل الكميه نخلوها تتشرب. هنا راهي حاميه ساخنه، راح نتركها هنايا تشرب حوالي 5 دقائق حتى 10 دقائق بعد نواصلوا التزيين تاعها باذن الله تعالى. هنا الاخوات بعد مرور 10 دقائق خليتها صراحه. الان راح نجيب جوز الهند، راح نديروا حاجه هكا تدل على انها بهذا المكون، ديروها هنايا رشه خفيفه. واللي ما يبغي جوز الهند نعطيكم هنايا فكره انكم تحمروه ولا تحمصوه في المقلات يولي الطعم تاعه رائع. نرشو هكا الوجه تاعها نزينوه. الان هنا غادي نجيب سوغيس كونفي ولا الكرز المعلب ولا المسكر. الان هنا بواسطه السكين راح نحدد هنايا المربعات اللي باغي نقسمهم باش نكمل ونواصل التزيين تاعي. راكم تشوفوا فيها ما شاء الله جات متشربه، هي خفيفه. بعد اللي حددت هنا المربعات راح نحط هنايا الكرز المصبر ولا سوغيس كونفي هنايا كيما هكا. كيما تقدروا ديروا كاوكاو مدشش هنايا ولا ايفيلي لوز جوز كيما بغيتو، باش ما بغيتو تزينو تزينو. شاو الكرز يعطيها هنايا طعم شباب. اخواتي البسبوسه تاعنا ها هي امامكم في شكلها النهائي، لان غادي نخليها تبرد تماما بعد نحطها في صحن التقديم بالشكل التالي. اخواتي هنايا راني قسمت لكم مرسو، تشوفوا شوفوا معايا كيفاش تجي طريه، روعه جدا، تجي متشربه ما شاء الله. هنايا ها كما راكم تشوفوا، نتمنى تجربوا وصفه اليوم، تشاركوني بارائكم في التعليق، وما تنسونيش بدعواتكم الخالصه. استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.